الإخوان سامحهم الله، يصير عندهم هوى على أحد أو بغض لأحد من طلبة العلم أو من العلماء، فيسألونك عن سؤال أن تجيب عليه، هم يركبونه على ذلك الشخص، يركبونه على هذا الشخص وأنك تعنيه، يقولون قال فلان في فلان كذا وكذا، أنت ما طرأ عليك ذكر فلان ولا فلان ولا علام، أنت تجيب على سؤال فقط، هم يركبونه يقولون هو قصده فلان، قصده الطائفة الفلانية، ويدبلجون في الأشرطة ويألفون كتب لأن فلان قال في فلان كذا وقال وأجاب عن كذا، وقصدهم بهذا الإفساد بين الناس والتحريش بين طلبة العلم وإيقاع العداوة بين طلبة العلم. فنحن نحذركم ونعيذكم بالله من هذه الخصلة، أن لا تغتروا بها أو تنطلي عليكم، احذروا منها غاية الحذر. نعم. تقبلوا تحيات قناة أهل الحديث والأثر بالأبيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.